استقبل معي زميلنا صلاح فتوح. مساء الخير. مساء الخير. كيفك صلاح؟ الحمد لله. صلاح من الأشخاص اللي انضموا لفريق عملنا مؤخرا، وقلنا شرف كمان أن نتعامل سوا. حضرتك إيمي كمان مضافة. شكرا. إلى شكرا. فريق العمل. صلاح هو اللي أشرف شخصيا على إنجاز هذا التقرير اللي راح نشوفه، وراح يكون معنا أيضا من بلجيكا على ما أظن. صحيح. الخبير والباحث في شؤون اليهود بلبنان ناجي زيدان كمان لا يعطينا وجهة نظره بهذا الموضوع. خلينا بالأول نشوف التقرير. كنيسة مجان أبراهام، الكنيسة اليهودي ببيروت يلي تم بنائه ببدايات 1920، أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وبلبلة بالشارع اللبناني تقريبا من حوالي 15 يوم عن إعادة افتتاحه. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحدث افتتاح كنائس اليهود بوادي بوجميل أو ما يعرف بوادي اليهود بحضور السفيرة الأمريكية والسفيرة السويسرية. الكنائس ماجن أبراهام موجود جغرافياً بوسط بيروت وإدارياً تحت سيطرة شركة سوليدار. تعتيمه غموض كبير لف الموضوع وصعوبة أقرب للاستحالة للحصول على المعلومات. بلدية بيروت ما عندها أي معطيات حول تفاصيل الترميم وما أصدرت أي نوع من الأذونات. سوليدار قالت لازم تراجعوا مرجعهم الديني. ساعات وايام من البحث والعمل الاستقصائي وصلونا لنتعرف على شخصيتين اساسيتين بالمجتمع اليهودي اللبناني، هن ازاك ارازي رئيس الطائفه اليهوديه وسامو بيهار رئيس اوقاف الطائفه، واللي ما قدرنا باي شكل من الاشكال انه ناخذ تصريح منهم. من جهته الوكيل القانوني للطائفه اليهوديه بلبنان سال شو الفرق بينهم وبين اي لبناني. اللي صار بميجن أبراهام مش افتتاح، الترميم بلش قبل 15 سنة. أما الخبير والمؤرخ لشؤون الطائفة اليهودية بلبنان ناجي زيدان قال يهود لبنان اللي ما بيتجاوز عددهم 150 شخص ما بيجاهروا ولا بيخفوا ولا بيحبزوا يحكوا عن يهوديتهم، منحصرين بين بيروت والمتل، بيمارسوا عباداتهم ببيوتهم وبيخافوا أنه يصير في خلط بينهم وبين يهود الكيان الصهيوني. إذن هيدا التقرير صلاح، أهم شيء نفسر لأنه في ناس يمكن تعرف في ناس ما بتعرف. نحن كطائفة أو كمذهب أو يعني كالطائفة اليهودية كديانة يهودية هي من الأديان السماوية، نحن لا خلاف مبدئي مع اليهود كطائفة. نحن عندنا خلافنا وعدائنا ورفضنا لما يعرف بالكيان الصهيوني أو ما يعرف بإسرائيل وما نتج عن هذا الكيان من أمور انعكست بشكل كتير سلبي على لبنان وعلى معظم الدول العربية، ولا تزال أراضي فلسطين محتلة حتى اليوم. اليوم اليهود بلبنان موجودة كطائفة. أنا بتذكر كتير منيح أول مرة ظهرت على شاشة التلفزيون بسنة 1992 كمراسل إخباري، كنت بقناة LBC عم غطي الانتخابات النيابية اللي كانت بتحصل لأول مرة من فترة طويلة. سأبوا بعتونا على منطقة وادي أبو جميل، فجأنا أنه بوادي أبو جميل كانت صناديق الاقتراع هي للطائفة اليهودية. صحيح. ويوم خلص النهار الانتخابي ولم يقترع ولا شخص في هذه الصناديق. بعدني بتذكر كتير منيح الحادثة لأنه علمت أنه هيدي المنطقة معروفة أنه منطقة يسكنها اليهود، يهود لبنان، ولكن يوما ما إجا ولا أي شخص أدلى بصوته أو اقترع. البعض قال أنه في ناس فلت منا بقى موجودة بلبنان، البعض قال أنه في ناس موجودة ولكن لا تتظاهر، وفي ناس فلت. قبل ما نكون مع ناجي زيدان، شو كونت أنت فكرة عن الموضوع صلاح؟ الموضوع تحضير التحقيق أخذ كتير وقت، في تابويات حول الموضوع، في كتير خوف لأنه في ناس بصير عندها خلط بين اليهود وبين الصهاينة. نعم. يعني دولة الكيان الغاصب. يهود لبنان مثلنا مثلهم ناس لبنانيين، ما تبقى منهم بلبنان لا يصل عددهم. لقيت بحدا تحت أنت وعم بتصور مثلا بالكنيسة، لقيت
في ناس يهود كانوا موجودين؟ ثائبت انه انا عم صور نهار سبت، وسبت هو عيد اليهود ما بيشتغلوا. حاولت اتواصل مع حدا، بس كمان كان عندي خوف وتردد، مع انه ينفهم شغلي بغير طريقه، بغير اتجاه، والبس قضيه يعني. وهين اليوم 100%، علما انه انا عم ضوي على شريحه من المجتمع اللبناني. حسب ما فهمت مع الوكيل القانوني للطائفة اليهودية بلبنان، فضل انه ما نذكر مين هو، كمان نتيجة الخلط، حتى يعني بيتجنبوا انك تعلن عنهم. بس بدي خبرك شيء، انه وكيل القانوني للطائفة اليهودية مسلم. مسلم مش يهودي، سنه. مسلم سني هو الوكيل، معناه عم بقول انه الطائفه اليهوديه هي تعتبر من الديانات السماويه. صحيح. يعني في يهود بالمغرب، في يهود بشمال افريقيا. صحيح. في يهود بلبنان، في يهود بمصر. صحيح. في يهود بالشام. يعني كيهودي كدياني نحن ما عندنا مشكله. صحيح. نحن عندنا مشكله مع السياسي او الفكر الصهيوني. صحيح. الواحد ناجي زيدان، الخبير والباحث في شؤون يهود لبنان. مساء الخير استاذ ناجي. مساء النور استاذ توني، ومساء الخير استاذ صلاح، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. انت وانا مبسوط فيكم كثير، واشتقت كثير للبنان بصراحه. قد ايه لك مش جاي على لبنان؟ سنه وهالقد متاثر يعني كثير. طبعا عائلتي، عند اهلي كله موجود بوادي شحرور، انا ابن الوادي، فمتاثر كثير واشتقت لها للوادي. أنت خبير وباحث بشؤون يهود لبنان. أيوة. شو بتخبرنا عن يهود لبنان؟ وليه برأيك هذا الكنيس اليوم أعيد ترميمه بهذا الوقت بالذات؟ وشو الهدف من هذا الموضوع؟ لا استاذ توني، هو صدفة ترمم. ليش؟ لأنه صار الانفجار تبع البور. نعم. لو ما صار انفجار البور كان الكنيس بألف خير ومترمم وكل شيء، وحالة الكنيس كانت كتير منيحة. هو ترمم بال 2010 من قبل المحسن الكبير الله يرحمه إدغارد بيكيوتو، هو اللي أشرف على تمويل لترميم الكنيسة في 2010. 90% من الله يرحمه إدغارد بيكيوتو، و10% من أبناء الطائفة اللي هن بالبرازيل واللي هن بين أمريكا واللي هن بجميع أصقاع العالم، ما عدا دولة إسرائيل ما كانوا يقبلوا يستلموا فرانك واحد منهم هوني. لا، كل أبناء الطائفة اليهودية اللبنانية اللي بالخارج هن 10% بس، 90% كان من الله يرحمه وقتها إدغارد بيكيوتو. هلا وقت ما صار الانفجار تعطل شوي الكنيسة، تكسروا ابوابه، تكسروا الشبابيك تبعه، كل شيء صار فيه. نعم. اضرار هذا، فاضطروا انه مرته المرحوم إدغار، هي ست دانيال بيكيوتو، هي تبرعت كمان بتسعين ذكرى لوفاء ولجوزها، وترمم الكنيس. بس هيدي هي القصه. طيب. شو يعني؟ هل لهذا الكنيس في ناس بتزوره؟ يعني هل في يهود بعد بلبنان موجودين بيصلوا بهيدا الكنيس، ولا هو بس بعده رمز عمراني بس؟ اول شيء الكنيس افتتح ب 5 اب 1926، لكن ما حدا انت بتعرف مثلا استاذ توني انه حاره اليهود وين بتعرفها؟ بتعرفها وادي بجميل، مش هيك؟ نعم. الحاره القديمه تبع يهود لبنان ما كانت بوادي بجميل، كانت بالوسط التجاري، حد سوق سرسو، حد بلديه بيروت. أوكي. وتحديدا خلف جامع السيف كان في هونيك كنيس اسمه مسجاب لدخ، كان متعمر بال 1807 وهبطوه بال 1830، كان شبه مزال. ناجي، السؤال اللي كانت القديمة. نعم. السؤال، هل لا يزال هناك يهود مقيمين بلبنان برايك، ولا غادروا كلهم؟ لا غادروا كلهم، بس في بعد 29 واحد تقريبا بكل لبنان. في 29 واحد بس بكل لبنان؟ 29. هلا بيقولوا له اكثر، ما بصدق، لانه انا بدي رقم دقيق، ما بامن برقم 200 300. انا رقمي دقيق، قلت لك 29، وحتى ماتت وحده من شي شهر صاروا 28. اوكي، هلا اللي بده يقول رقم دقيق بده يقول لي 153 167، بصدقه. بس يجي يقول لي 200 و300 وتحت ال1000، وهيدي مش ارقام. طيب انت على تواصل معه ناجي؟
انت على تواصل على تواصل معه، ايه اغلبيته على تواصل، وهن بيعرفونه وانا بعرفهم. ومؤخرا طلع لي كتاب هلا جديد، انا عملت كتاب عن يهود لبنان بفرنسا اسمه جويف دو ليبان. جويف دو ليبان، ايه. اوكي وصلت. سؤال، هل بتلمس عندهم الخوف يهود لبنان من انهم يعرفوا عن حالهم انه هن من الطائفه اليهوديه بلبنان؟ في السؤال في له جوابين. في كان وقت لو سالت هالسؤال سنه ال 85 لا، كان بامكانه هو يثبت لك لا انا يهودي وبيعتز بهذا، بس من بعد ما خطفوا 9 اشخاص يهود سنه ال 85 وعدموهم مش معروفين وين جتتهم، صار كل واحد يهودي لبناني صار خايف على مصيره بصراحه. وانت معلوماتك انه هناك 29 يهودي بس بعد بلبنان؟ انا مع هلا يمكن يكون في هلا، مش معناتها انه اللي بيجي بيزورهم في يهود لبنانيه صحيح بحق لهم يجوا يصوتوا قاعدين بفرنسا معهم باسبور لبناني معهم كل شيء ولاد صيدا بيجوا بيزوروا لبنان وبفلوا، بس مش معناتها انه هودي مقيم، بس مقيمين دائمين 29 واحد. 29 واحد ولكن لا يتظاهرون او لا يجاهرون بعبادتهم بطائفتهم. صحيح. لا ما يعني أو اصلا استاذ توني بدي اقول لك شغله، ما في يهودي هلا بلبنان متجوز يهوديه، 90% منهم متزوجين مخلوط خلط، يعني المسلم المتجوز يهوديه، اليهودي المتجوز نعم مسلمي او مسيحي او شيء هذا. بس هن اليهود ما بيتزوجوا من بعضهم؟ بلا بيتجوزوا من بعضه، بس قال ما في شيء عائلتين ثلاثه بس بعد لهالشيء، بس اكثر من هيك ما في. هن كدياني انا عم بحكي تجوز او يعني يجوز لهم انهم يتزوجوا من غير دينهم؟ بيني وبينك محبذ للمراه اكثر من محبذ للرجل، لانه المراه اولادها بيطلعوا يهود، لانه هن بيتبعوا الام ما بيتبعوا البي. يعني المراه اليهوديه اذا تزوجت من غير يهودي ولادها بيطلعوا يهود بالشريعة اليهودية، بيطلعوا يهود. أما الرجل اليهودي لو تزوج مين ما كان ما بيطلعوا يهود لو شو ما كان. وأيمتى راجع على لبنان؟ بعد شهرين. يلا منا حرزاني. أهلا وسهلا فيك، وأنا بدي أتشكرك إنك طلعت معنا ووضحت هذا الموضوع معنا لليلة. شكرا لك أستاذ ناجي زيدان الخبير والباحث في الشؤون اليهودية يهود لبنان، كان معنا مباشرة من بلجيكا. فإذا صلاح أنت حاولت تتواصل؟ إذا حاولت أتواصل بس بحذر شديد، علما أنه أنا عم بحكي مع لبنانيين يهود. ما هيها بدي أذكر نقطة كتير مهمة، أنه في رتبة بديانة اليهود اسمها الحاخام الأكبر. نعم. اللي هو بيكون رئيس الطائفة بالبلد اللي هو موجود فيها. الحاخام الأكبر بالإمارات يلي هو هلأ الهد تبع الطائفة اليهودية بالإمارات لبناني، اسمه الحاخام الأكبر دكتور إلي عبادي. إلي عبادي اسمه إلي، ايه وباسبوره لبناني. وبس هو يعني ليك، أنا مرة كنت عم أعمل بروجرام بمصر اسمه السلام عليكم، هو عبارة إذا بدك مقارنة بين الأديان، يعني مثلا فكرة الموت، إنه الموت عند المسلم شو بيصير لما يموت، عند المسيحي شو بيصير، عند الملحد شو بيفكر حاله إنه شو بيصير معه. كنا بدنا نجيب شخص يهودي وصار في وقتها انه لا شو بدك بهالشغله، انه بلا ما نفوت هون. اقترحوا علي اسم حاخام يهودي، قالوا لي هيدا بضل حاطط الكفيه الفلسطينيه وهو مناصر جدا. نعم. للقضيه الفلسطينيه، يعني لا يمت الى الكيان الصهيوني بصله، لا بل بالعكس هو معادي لهذا الكيان، ولكن هو وقتها رفض او خاف. انا اثناء تحضيري للتحقيق لبين ما وصلت لأستاذ ناجي، لأنه أخذت كتير وقت مثل ما كنت عم خبرك، تابوه في عالم حتى بتخاف تحكي فيه للموضوع. حضرت كل شيء في مقابلات انعملت عن اليهود العرب، واكتشفت كميات كتير كبيرة من اليهود، في منهم يساري، في منهم حامل القضية الفلسطينية وعم يبرم فيها العالم، في منهم مش كل اليهود بالعالم هن زيونست، هن صهاينة. نعم. أنا وكمان واجهنا مشاكل هون لما نسأل عن الموضوع، يعني إذا أنا عم بحكي على التليفون قدام حدا بس يسمعوا أنه عم بسأل هيدا يهودي ولا إسرائيلي،
العالم اللي حوالي تترك المكان يعني لهالدرجة. يعني خلاص صار في هذه الصورة اللي موجودة. أنا بدي أتشكرك أستاذ صلاح فتوح. شكرا لك زميلنا.